ولد خالد النفيسي في الكويت في عام 1937 للميلاد، وكان من الذين ساهموا في تشكيل بدايات الملامح الفنية في منطقة الخليج العربي. درس خالد في مدرسة الأحمدية وانضم بعدها لفريق الكشافة، وكان معه في الفريق محمد النشمي. وفي الفريق تم الإعداد لمسرحية بعنوان ضاع الأمل، وذلك ضمن أنشطة المسرح المدرسي لعام 1953، إلا أن المسرحية رأت النور على مسرح مدرسة الصديق بإشراف من المسرحي المصري زكي طليمات، وذلك في عام 1957 بمشاركة مع صالح العجيري وعقاب الخطيب وسعد القطامي. وفي عام 1962 شارك بمسرحية صقر قريش، والتي تعتبر أول عمل مسرحي جماهيري في الكويت، وقد ساهم بتأسيس فرقة المسرح العربي. قام النفيسي مع زملائه بتأسيس فرقة المسرح العربي التي كان عضواً في مجالس إدارتها في الفترة ما بين عام 1963 إلى عام 1969، ثم في موسم عام 1973، أما إدارة الفرقة فقد تسلمها في موسم عام 1966. التقى طريقه بطريق الفنانين عبد الحسين عبد الرضا وسعد الفرج ليكونوا ثلاثيا خطيرا كان له أثر على مسيرة الدراما الكويتية والخليجية، حيث شارك هذا الثلاثي في واحد من أشهر المسلسلات الخليجية، هو مسلسل درب الزلق، الذي رغم مرور أكثر من 4 عقود على إنتاجه إلا أنه لا يزال حيا إلى هذا الوقت. اشتهر الراحل خالد النفيسي بأداء الكثير من الأدوار التي ما زالت عالقة في أذهان متابعي الدراما الخليجية في المسلسل الاجتماعي إلى أبي وأمي مع التحية وخالتي قماشة، فضلا عن أداء أدوار مميزة في مسرحيات حامد ديار وحرم سعادة الوزير ودقة الساعة وفيلم الصمت، الذي يعتبر أول عمل سينمائي خليجي تعرفه دور السينما العربية، والعديد من الأوبريتات الغنائية. كان آخر ظهور للنفيسي على شاشة التلفزيون عندما قام بدور البطولة في مسلسل عديل الروح، ولم يكن الممثل الراحل يعلم أنه سيودع محبيه بلعب دور الوزير في المسلسل، الذي أثار كثيرا من ردود الفعل، ما جعل الصحف الكويتية تطلق عليه لقب الوزير العاشق. توفي رحمه الله إثر أزمة قلبية في الرباط في المملكة المغربية في 27 مارس 2006 للميلاد، ونقل جثمانه إلى الكويت، وشهد مواراة جثمانه الثرى حضور رسمي وفني كبير.